بالنسبة لها الأرض يعني كتعني لي في الحياة ديالي كل شيء، هي اللي كنخدم فيها، هي اللي كنزاول المهام ديالي فيها، هي اللي كنلقى الراحة ديالي فيها. هاد الأرض هادي ورثتها على الوالد ديالي، وتطورت وبديت كنخدم يعني وشريت أرض أخرى، وبحب هاد المهنة ديالي هادي، حتى ولدي أنني يعني مشى درس ودار شهادة يعني ديال الفلاحة، وراه كيزاولت هو المهام ديالي معايا. الطريقة باش نخدموا اليوم الأرض ماشي هي باش كنا كنخدموها بالأمس، الطريقة اليوم جديدة، تقنيات جديدة، وكل ما عطيتي الأرض أكثر كتعطيك المردودية أحسن. اليوم كتربطنا واحد العلاقة كبيرة مع كوزيمار. في 2015 يعني نتيجة واحد المجهود اللي بذلت كبير بالمساعدة الناس كوزيمار والمرشدين الفلاحيين، نلت واحد الجائزة اللي مشيت أديت بها مناسك العمرة وخلتني فرحان بزاف.